تقلب ما الموازين في القوى السياسية لأجل التدير الديمقراطي على سوريا. هذا هو التحدي الكبير اللي اليوم تواجه والمعارضة في تونس. إذا نجحنا في رفع هذا التحدي نكون نجحنا في ترسيخ المسار الديمقراطي الجديد في تونس. احنا في الحزب الجمهوري عندنا قناعة كبيرة وقناعة رغبة للتكوين وبناء هذا البديل ممكن وجائز في عملية صعبة في تونس. ولكن وكنا في الانتخابات